اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا من لا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء ولا يؤوده شيء ولا يثقله شيء، وهو على كل شيء قدير، يا عظيم يا حليم يا علي يا كريم يا رب العالمين، نسألك بملكك الذي لا يضام، وبعزك الذي لا يرام، وبنورك الذي ملأت به أركان عرشك، نسألك يا الله أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تنصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين المقهورين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، يا قوي يا عزيز، اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن توفق ولي أمرنا وإمامنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، ووفق ولي عهده ونائبه لكل خير يا رب العالمين، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية، وأجر الخير على أيديهم، اللهم اجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر، اللهم اجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وارزقنا واجبرنا، وارفعنا ولا تضعنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وكن معنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين مخبتين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واهد قلوبنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه، ووفق والدينا لكل خير يا رب العالمين. اللهم جازهم عنا خير الجزاء في الدنيا والآخرة، اللهم جازهم عنا خير الجزاء في الدنيا والآخرة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين، اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين.
مقبولين. اللهم وفقنا فيه للصيام والقيام كما تحبه وترضاه. يا ربنا يا إله الكون يا خالق الأرض والسماء، اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم يا حليم يا عظيم يا عفو يا غفور يا رحيم يا رب العالمين، يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من حالنا، نسألك أن تفرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين ماتوا على الإسلام. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم يا كريم، من كان منهم منعما فزده نعيما، من كان منهم منعما فزده نعيما، وارفع درجته في المهديين وتقبله في الصالحين. اللهم يا رحمن يا رحيم، من كان منهم معذبا فاغفر له وارحم، اللهم اغفر له وارحم، اللهم اغفر له وارحم، وتجاوز عنه واصفح عنه واعف عنه يا عفو يا غفور يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين، وسائر صحابته الكرام الأبرار الأطهار، وخص منهم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.